يعني اصابات في الفخ وي تصاب الاصابه في الفخذ ديالو الايمن. وبالنسبه للبوطيب حس بواحد الالم في لي زيسكيو جونبيي. يعني الاصابه ديال البوطيب ماشي اصابه كبيره، ولكن ديال ربما ديال الشاكير غتكون شويه صعيبه. ولكن انا ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه الا ما كانش عندي تشخيص، يعني بالرنين المغناطيسي وبالتشخيص بالصدر. غدا ان شاء الله ادخل السيت ديال رجاء في العشيه وغتلقاي توت لي زانفورماسيون ديال على كونسيرنون لي بليسور ديال حفي ديال باردون لي بليسور ديال عمر بوطيب ولا بليسور ديال الشاكير. وكذلك واش كاين شي غياب ولا ما كاينش غياب، واش غيحضروا في التدريب ولا ما غاديش يحضروا في التدريب، واش غيسافروا معنا ولا ما غاديش يسافروا معنا. كلشي هاد المسائل هادو غادي تكون ان شاء الله في ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.